سعد الله صباحكم متابعين عبر شاشة السعودية الرياضية دائما وأبدا أينما كنتم. صباح جديد يطل عليكم من مركز تلفزيون المدينة المنورة عبر شاشة السعودية الرياضية من خلال برنامج صباح الرياضية والذي يأتيكم من المدينة المنورة صباح كل اثنين. فأهلا ومرحبا بكم معنا مع هذا الصباح. صباح الخير للجميع. صباح الخير منى، يديك الصحة والعافية. صباح الخير، أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين بكل فرح وسرور. صباح جديد يتجدد مع برنامج صباح الرياضية من المدينة المنورة، فقرات جديدة، أكشن جدا قوي اليوم. المحور الأول متوترة يعني. أنت متوترة، الأمور طيبة وكل ترى مصبحين أنا كده بأكشن غير العادي، يعني أجواء صباحية وأول أسبوع في الدراسة بعد الإجازة وكمان أكشن فل. لا بس يعني الأمور طيبة، وحنعرف هذا الأكشن اللي تكلم عليه الزميلة منى بعد الفاصل الأول، واللي يرجعنا لأيام زمان والمدينة المنورة وناشيد المدينة المنورة وزهرتي يا زهرتي وعبق أبدعوا فيها بنات المدينة المنورة في تلك الفترة. عبق جميل وأيام جميلة كانت المدينة المنورة وبنات المدينة المنورة محط أنظار جميع أرجاء المملكة بفوازير وأغاني وأناشيد جدا جميلة. إيش رأيكم نشوف الأغنية ونرجع لكم؟ خليكم معنا. Thank you.
حياكم الله من جديد متابعينا، ونرحب فيكم مرة أخرى. منى شفنا اناشيد المدينة المنورة، بس برضك ما زلت متوتر. ما ادري ليش متوتر. لا سلامتك ابدا، يعني هم اليوم محضرين لنا اكشن على الصباح. استاذ خليل متصل من بدري، يعني اتاهب نفسيا لضيف جدا جميل. الواحد جاء فريش فيلاقي ضيف جدا جميل. خلينا نشوف المشاهدين. لا وبعدين يقول لي ليش متوتر. طب خلينا نشوف المشاهدين، معك حق ولا مو معك حق، بظلمك ولا ما بظلمك. خلينا نشوف، هي متوتره من الضيف الاول اللي موجود معانا. انتم الفيصل معها حق تتوتر ولا ما تتوتر؟ وبعدين افتتاحيه صباحيه يعني في المحور، في المحور هذا ضيفنا طبعا الكابتن هشام ادم هشام موكلي سوزانيتا سلوم اناديكم باسماء الشهره حبيبي سلوم عبد السلام عبد القادر طبعا سوزانيتا سوزان الشيتا. طبعا المحور الاول ما ادري معها حق انها تتوتر عشان السيده سوزان. المشاهدين يعني ايش رايكم في الضيف والافتتاحيه والصباح؟ يعني افتتاحيه اتوقع الكل حيكون معايا فيها. طبعا احنا في المحور هذا يعني احنا ما بنقدم شو، ما بنقدم استعراض، احنا حقيقه المحور هذا جاء في وقته. يعني قبل يومين كانت في حادثه تتعلق بالحيوانات المفترسة. معنا المدرب هشام ماوكلي، هو متخصص في عالم الحيوانات، كرمتم وكرم السامعين. نتحدث عن هذه المواضيع، نتحدث عن هذه الهواية، نتحدث عن هذا الشغف. كابتن هشام يديك الصحة والعافية. أبدأ معك بالحادثة الأخيرة ولا نتكلم شوية كذا عن ال خلينا شوية عن هذه. طيب بالنسبة للحيوانات وعالم الحيوانات، يعني تندرج تحت أي أنت تشوفها هواية شغف حب تحت إيش؟ هي حب وهواية طبعا أول شيء. هي عشق، خلاص ما تقدر تتركها أبدا. خلاص يعني وصل لمرحلة عشق؟ عشق أكيد. عشق، وفي أحيانا تحس أنه خلاص وصلت مرحلة تفهم من معاني الوجه وتفهم كل شيء يعني خلاص. يعني بتحصل كاريزما بينك وبين الحيوانات، انه خلاص انت بتفهم طباعه والاشياء اللي بتضايقه والاشياء اللي بتريحه. اكيد اللي ما يفهم عليه هذا ما يعتبر مدرب ولا. طب معلش كابتن، بدايه حبك وشغفك لهذا الموضوع، يعني احنا طبعا والساده المشاهدين هذا الموضوع ابدا شيء مو سهل او خارج على الطبيعه، يعني انه طبيعه البشر انها تتصارع مع حيوانات، وان كانت في قديم الزمان كان هذا موجود الكلام، بس احنا بنتكلم على العصر الحالي. فبدايه شغفكم في هذا الموضوع من متى بدات انت؟ انا من وانا صغير، اول متوسط كنت، اول ما بدات بالكناريات، العصافير الصغار، طيور. طيب حلو، ايوه احنا كنا في الاشياء الاليفه الجميله. لا بني ادم دائما يطمع انه يكون اطور. انا بس بدي اقول للمخرج الاستاذ خالد السحيمي، انا عن نفسي متنازل عن الكت حق الكادر للشيتا. يعني حقيقه الان هي الان انت مدرب وعارف عارف تعرف الانطباع، الان هي ايش؟ بتطلع صوت كذا مرتاحه، مرتاحة بالجو وتبغى تلعب وتبغى تستانس، لو تفك الحين تشوف. لا لا شكرا، الله يعافيك. الله يخليك. طيب كابتن، يعني بداية قراركم او سبب قرارك وشغفك انه انا بعيد عن الحيوانات الاليفة عصافير وقطط وحاجات زي كذا جميلة لحيوانات مفترسة؟ هي تحدي. متى قررت انه انا لا انا هاخذ هذه التجربة؟ أنا بدأت شغفي بدأ ينحدر على هذا الموضوع إنه لا، مع حيوانات مفترسة غير الطبيعة العادية. والله هي جد بالصدفة. كيف حصلت يعني كيف حصلت القصة؟ كيف حصل الموضوع؟ والله من القنوات اللي نشوفها الناس اللي تندفع، قلت لازم نحن كمان نكون معها. تمشي مع الموجة. مع الموجة. طيب طالما ذكرت الموجة أنا بدي أسأل سلوم. حبيبي. سلوم أنت إيش رأيك في اللي بنشوفه الآن، إنه بعض الشباب بيطلع بمثل هذه الحيوانات، نمر، أسد، فهد، بيطلع فيه بالسيارة، بيتجول فيه قدام الناس، أنت إيش رأيك في الموضوع هذا؟ والله أول شيء الشيء هذا يعتبر أكبر غلط. وأصبحت ظاهرة. أكبر غلط لأنه خلاص صار كل واحد يعني عنده قرشين يربي له حاجة ويطلع فيها في الشارع ويتمشى فيها قدام الناس. ما بيضرب حساب لشخص معين. يعني الان انا لما بنزل فهد ولا اسد في الشارع يمكن بيأذي احد. في بعض الحيوانات برضو تكون اليفه مع شخص واحد بس.
اللي أغلب الناس اللي ما بيعرفوها، فبيسبب ضرر كبير جدا. ففي ظاهرة طالعة الآن، أكثر الناس اللي بنشوفها في الاستراحات الشباب بيجيبوا ناس ما لهم في مجال الحيوانات، مو متعودين، يفك عليه مجرد أنه باب مزح، فتسبب أضرار. إيش رأيك كابتن هشام في الموضوع هذا، أنه المزح بالحيوانات غلط؟ أكبر غلط. غلط غلط مرة غلط. أنت تشوفه إيش؟ سلاح. سلاح قاتل. أيوه. طيب ذكر الأخ سلوم بأنه ممكن يكون والف علي أنا هذا الحيوان الله يكرمكم، بس مع غيري لا. أكيد. وممكن انه هو لما يشوف اشخاص غرباء، او طبعا احنا زي ما يعني ما يخفيكم العلم عندكم اكثر، انه الحيوانات بتعتمد على حاسه الشم، فهي بتكون متعوده على ريحه الشخص يعني اللي مربيها، فمجرد انه تختلط عليها الروائح، بمجرد انه تختلط عليها الوجوه، ممكن اتوقع انه نفس المدرب حتى ممكن يوصل لمرحله ما يقدر يسيطر عليها. صحيح. وبعدين دائما مدرب الحيوان يكون الحيوان نفسه اعتمد او تعود على حركات صاحبه او المدرب حقه، لما يجي واحد جديد ما تعرف ايش طبعه، ما حيتقبل، ما يتقبل، لا حيتقبل حركاته ولا وجهه ولا رائحته ولا اي شيء، فممكن انه يخرج عن طريق يعني نفس صاحبه، ممكن ما حيقدر يسيطر عليه. فبجد يعني هذا نداء للشباب اللي بيتفاخروا في موضوع انه احنا بنربي حيوانات مفترسه وبنتجول فيها في الشوارع. يا شباب يا جماعه، ترى الموضوع مره غلط، ترى انتوا كده بتعرضوا حتى نفسكم والاخرين لمشاكل انتوا في غنى عنها. يعني اتوقع استاذ خليل يعني ما ايش فيها من مفاخره او من جمال انك انت تعرض نفسك وتعرض الاخرين للخطر. والله ما ادري، هي ممكن تتفق معايا كابتن هشام انه هي ممكن من باب الشجاعه، الهياط. لا هي باب الهياط وباب الشهره. بس بينهم شعر اظن. اكيد. في شيء مترابط بين الاثنين. وثاني شيء، في ناس اللي بتربي الحيوانات هي هواية ومحبة، فإذا أنت هاوي الشيء هذا وحبيته خلاص يكون لك روتين يومي لك. يعني أنت متعود على الشيء هذا، أنت ما تعرض أرواحنا للناس. فلما أنا بدخل ناس عليها وبجيب ناس وبجمع شباب بفك عليهم أسد مثلا أو لبوة أو الإمر، هذا يعتبر هياط ويمكن تسبب لحالة وفاة من مجرد المزح هذا. بس ممكن الشخص الثاني يكون معاه مشاكل صحيه. كلام سريع. طيب خليني كابتن هشام اتكلم عن المزاجيه. إيه؟ احنا كبشر عندنا مزاجيه. أكيد. هذا الموضوع يمشي مع الحيوانات؟ اكيد يمشي مع الحيوان، لها مزاجيه ولها وقت تدخل عليها ولها وقت تطلع بعد، خلاص تشوفها مو براقي ابعد، ترجع لها بعدين، اللي يفهم فيها طبعا. نفس صفات البشر. طب نفس الصفات. طب انا كيف اعرف انه هو في مزاج جيد، انه هو في مزاج؟ في عدة حاجات، النظرة المباشرة تكون وجه الحيوان والوجه الشخص، والأذنان يرجع وراء، والثبوت يعني تثبت نفسها، هذه عدة مراحل تعرف لها اللي يربي الحيوان واللي يفهم فيها. انه هذه في هذه الحالة ابعد عنها. ايوه. ارجع لها بعدين، ارجع بس تروق بس. طب كمواسم ممكن المواسم تلعب؟ مواسم التزاوج كمان ابعد عنها. تكون برضو في حالة مزاجية سيئة. مرة هي. سيئة جدا. طيب كابتن، متى وصلت لمرحلة وإحساس إنه في تناغم وتجانس بينك وبين هذه الحيوانات، إنه خلاص هي صارت تفهمك، أنت صرت تفهمها، تفهم طباعها، متى حسيت إنه أنا خلاص وصلت لمرحلة تشبع في فهم في الفهم والتجانس بيني وبين هذه الحيوانات؟ يعني دحين ما شاء الله تبارك الله سلوم جالسين مرتاحين، يعني كأنها التكاية هذه، كأنها التكاية هذه يعني بارتياح كذا جالسين. لا ممكن الاخت منى، انا لا انا معاكم. لا معاكم. انا مرتاح. انتم متى 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 شعرتوا متى وصلتوا لهذه المرحله يعني اللي تشوفوا انه طبيعي الموضوع بالنسبه لكم؟ خلاص هي اول شيء يعني قديش استغرق منكم وقت؟ والله سنين. سنين؟ ايه تاخذ سنين وتاخذ وقت. خلاص كونك انت تعودت على الشيء هذا، اندفاع الحب للشيء هذا خلاص يزيد عندك. نفسك تربي شيء اكبر 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 الى ما توصل للطموح اللي انت تبغاه، وما حتوصل يعني. تعرضت لاصابات؟ اكيد اجباري. كثير. كثير كثير مره. ورغم كذا انتم مصرين على الموضوع؟ خلاص. بالعكس من الحب وما قتل على قولتهم يعني. ايش رايك استاذ خليل في اللي يعني بصراحه انا احييكم،
بغض النظر على الموضوع. جميل انه الانسان اذا حب حاجه واصر عليها رغم صعوباتها، رغم مشاكلها، رغم ممكن يعني انها ممكن تكون معرضه حياته للخطر، لكن طالما انا قدامي وجهه معينه وحاجه انا مصر عليها وشغف في داخلي انا ابغى اوصل له. يعني ممكن انا اعتبر هذه يعني رساله للساده المشاهدين وللشباب بشكل خاص، بما اننا من قناة رياضية ومن صباح برنامج الرياضية. أعزائي الشباب والشابات، عندما يكون لديكم طموح وعندما يكون لديكم غاية اعملوا لأجلها، وإن واجهتكم مخاطر وإن واجهتكم سقوطات وإن واجهتكم أي كان حاجة، ستصلوا إلى ما تصبوا إليه بإذن الله في قليل، لا مو قليل، كثير شوية من الإصرار. كابتن هشام، يعني حقيقة إحنا معنا فيديوهات تظهرك أنت يعني ما حيوانات الله يكرمكم والسامعين يعني خطرة، يعني شفناك مع الضبع والضبع معروف بريا انه هو اقوى فك، يعني هذه اللقطة يعني يدك جوة الفك، يعني حقيقة انت عارف متى بتسوي هذا الشيء، متى أكيد توقف هذا الشيء أكيد. قديش الفترة اللي وصلت فيها هذه الحيوانات الله يكرمك الآن أنت مع النمر، الفترة اللي وصلت فيها هل هي تربية هذه الحيوانات، أخذتها عن كبيرة صغيرة كيف؟ والله في شيء أخذته كبير وفي شيء أخذته صغيرة، يعني بس الأفضل تأخذ الصغير وتربيها الأفضل. إيه يعني الصغيرة قديش؟ يعني من ثلاثة شهور، شهرين ثلاثة شهور تكون مثلا على الحليب لسه ولا دخلت على اللحوم؟ تبدأ تفطم يعني خلاص. هي أفضل حاجة عشان هي كمان تفهم طبعك إيش وأنت كمان تفهم أطبعها وش يعني الأفضل. طيب أصعب أو أقوى حيوان مفترس تعاملت معه؟ الضباع، وأنا أحب عناد الضباع. أنت أعشق الشغلة عناد. أنت عناد وهذا هو اللي انا حابه انه احنا يعني استاذ خليل نتطرق لي كداخلك كابتن، ومعنا الاستاذ كمان، هل هو تحدي، هل هو اصرار، حاجه نفسيه جواتك انه انا لازم اكسر هذا الشيء، لازم اكسر الخوف، لازم اكسر التحدي؟ صحيح. ايش سبب هذا الاصرار؟ تحدي، لازم نصل شيء. نتكلم بصراحه، هل هو كان نتكلم حاجة نفسية كده شوية، هل هو كان خوف من الصغر فلما أنت قررت لما تكبر أنا حكسر أي خوف داخلي حتى وإني أنا حتطرق إني أتعامل مع دي الحيوانات؟ لا، ممكن هي اللي دفعني أكثر شيء هي العشق، أنا أعشق الحيوانات شيء جنون يعني. سبحان الله. حتى يمكن سمعته حبوسة ماتت عندي في الباحة ودفنتها، هي كلبة صغيرة كانت. ايوه، هذه اكثر يوم اللي زعلت فيه. سبحان الله. طيب سؤال شخصي كده استاذ خليل، شويه ندخل على الحياه الشخصيه، حضرتك متزوج؟ لا. لانه مستحيل تجمع بين انثى يعني حتقول لك المدام يا انا يا هذا العالم عشقين. لا شوف، المدام اذا ما احترمت قراري واخذت مزاج اللي انا عشقها ما تلزمني. بس قوي انت، قوي طبعا، بيربي اسود، بيربي اسود يعني ما حيروض سيده. طيب بالنسبة لترويض الحيوانات الله يكرمكم، وارد مع أي حيوان، أسد، نمر، ضبع، تمساح، وارد مع أي حيوان ولا لا في حيوانات هي اللي ممكن أن نروضها؟ لا، هي غالبيا بتكون الحيوانات المفترسة بصفة عامة تحتاج إلى ترويض، لأنه أنت بتاخذ حيوانات يمكن في الكبر هي ما هي أليفة أساسا، من الصغر ما هي أليفة، وبتوصل عندك في مرحلة في السن أو طبيعتها ما هي أليفة. أيوة، فتوصل إلى مرحلة السن 3 سنوات وهي عندك، أنت ماخذها وعمرها 3 سنوات ما هي أليفة، فتضطر أنت خلاص حبيت الشيء هذا إنه يكون أليف، ما تبغى تبيع الشيء هذا، تبغى تقتنيه مدى الحياة حبة حبة إلى ما يصير أليف على يدك. وبشجاعتك راح تصل كل شيء. وبشجاعة وبذكاء طيب بصبر. بصبر عليها. طيب الأخ سلوم ذكر إنه موضوع الحيوانات المفترسة، طيب في البعض يقتني حيوانات الله يكرمكم زي القرود، الشمبانزي، الثعابين، ممكن ان ممكن تشكل خطوره زي القرود مثلا؟ من اي ناحيه؟
يعني ممكن تعض ممكن تهاجم أكيد هذا. أيوة. هو يقول لك لا انا يعني هو حاطط انه الحيوان المفترس في مخيلته هو الاسد النمر الفهد لا حتى قرود حتى كل شيء اصلا الحيوان لا تربي بدون ما تطعم هذه اول نقطه في الحيوانات لازم تطعم كل الحيوانات ايوه انا كمان ابغى اسالك ايش عشان انا اربي حيوانات الله يكرمك ايش مطلوب مني اول حاجه التطعيمات هذه ضروريه لا سمح الله لو صار شيء ولا شيء يكون عليك خطوره اقل تطعيمات المكان شيء اساسي جدا طب التطعيمات خاصه بس بالحيوان ولا خاصه كمان بالمربي هي تقريبا لا. بالحيوان الحيوان المربي المربي ما يحتاج انه ياخذ جرعات وقائيه يعني على الاقل في بدايه تربيه هي الحيوانات هي على اساس انها يعني التطعيم هذا بحيث انه مثلا لو صار لو تعرض لاصابه بالضبط لو اصابه ما تكون ايوه في أمر كمان السعار يعني ايه؟ هذا لصالح البني ادم لو صار شيء مو هذا سؤال يعني الله يكرمكم احنا بنعرف انه لو شخص تعرض لعضة كلب بيحتاج تقريبا فوق 8 او 9 ابر ياخذها 7 ابر بيحتاج ياخذها الفتره على 7 شهور لانه ما ممكن يتعذر يصير سعار او شيء زي كده فانا هذا سؤالي انه مربي الحيوانات هل بيحتاج انه بياخذ ابر وقائيه او تطعيمات انه لو تعرض لاصابه وهذا شيء طبيعي انه اهم شيء انت تطعم الحيوانات السعار ما سعار انا قبل يومين جاني الدكتور السعار ليس خاص اجلكم الله بالكلاب فقط لا جميع انواع الحيوانات حتى القرود حتى القرود كلها لها تطعيم خاص هذه خاص والكلاب الله يكرم خاص القرود خاص كل شيء لها تطعيم بس تجمع مسمى السعار السعار حق القرود اهم شيء هذا طب خليني اتكلم معك بالنسبه للتطعيم التطعيم عفوا ماديا مكلف؟ لا انا والله كلفني تقريبا 10 كاذا انت بتربي حيوانات كثيره مكلفه عليك لكن لا اذا لا شخص كمجموعه ايوه ايوه مكلف لكن بتقتني حيوان واحد لا ما بيكلف بعض البيطريين كمان ترى في عندهم تلاعب بيعطوك تطعيم مو صحيح طب انا كيف اعرف انه هذا التطعيم؟ في شركه المشكله انا طعمت عنده قبل يومين ونسيت اجيب الكروت ومعتمد يعني يعني احنا لازم نبحث على شركه معتمده اكيد هذا شيء اساسي او نستهون في هذا الموضوع يعني لا. في عالم تستهون فيه وبتربي الشيء هذا لكن هو شيء اساسي انك تبحث عن التطعيم الاساسي هذا المعتمد من الشركات فهذا شيء اساسي جدا لانه في تلاعب في الاسواق بتحصل تاخذ تطعيم ما هو اصلي يمكن تجاري يكون منتهي الصلاحيه طب هو مو المفترض انه انت بتروح لكيميكال لعيادات متخصصه يعني مو حيلا اي مكان او اي هي ما هي موضوع سوبر ماركت لا هم نحن ندور على هل يحصل يعني افضل شيء تبع وزاره الصحه مو بتوجد عيادات متخصصه بيطريه اكيد طب انت ليش بتروح لشيء تجاري ليه ما تروح تبع وزاره الصحه هو بيحكي بيقول الانسان اللي ما هو مدرب وفاهم موضوع في الحاجات هذه ممكن يروح وينضحك عليه في موضوع يعطيه اي تطعيمات وفي اغلب الناس اللي تربي حيوانات تدور التطعيم الرخيص يعني ابره السعار بس لحال الابره الواحده ب 500 الابره الواحده غير التطعيم الثلاثي والرباعي طيب من طالما انت ذكرت موضوع التطعيمات وهذا نشوف البعض انه عندهم ايش القطط والكلاب اكرمكم الله برضو حكايه التطعيم لازم تطعيم حتى القطط لازم طيب نتكلم على موضوع ثاني انا قررت او كاي شخص لا انا العياذ بالله طبعا بس اي شخص اخر قرر انه يربي هذه الحيوانات ايش المصروف المادي يعني هل هو مصروفها جدا عالي يعني اكل احنا بنعرف انه اكلها بيعتمد على اللحوم ف يعني كميه او مدى الصرف عليها قديش بيكون جدا عالي ايه يبغى لها ميزانيه يعني زي اللي عندي الحين 5 اسود تقريبا والشيات وذياب معدل اليومي تقريبا اقل شيء 100 دجاجه يعني بس مو على طول دجاج طب يا كابتن افتح مطعم احسن لك كابتن بينوع لهم ايوه انا قبل اسبوع مو شرط كل يوم دجاج ايوه انا قبل اسبوع نزلت بسناب عندي شريت حاشي هنا من السوق كيلو والله ب 29 ريال ايوه جبته كم كيلو؟ تقريبا 60 حاشي كامل وزن نزلته بسناب عندي يستاهلوا واروح انا انقي اللحم انا انقي ما اخلي الجزار يعطيني انا افتح ثلاجه احنا حلقتنا دي في شيء معين يعني انا كنت جزار سابقا طبعا طيب بالنسبه لهذه الحيوانات المفترسه لما انا بقدم لها اكل بجيب له هو جاهز لغايه عندها نفسه بالنسبه لها ولا لما تصيده
أي الأفضل طبعا الصيد بالنسبة لها هي. بالنسبة لما أي ناحية لها نفسية أيوة يعني كفائدة غذائية وكذا وكذا. لا فائدة ما على كل واحد كل واحد ما يفرق أبدا. طيب بس على الحركة الحيوان لما يصيد أيوة لما يتحرك هذه يشغل المناعة شوي. طيب خليني نتكلم معك كابتن هشام. يعني احنا قبل يومين للأسف كان في أحد المهرجانات في المملكة العربية السعودية وتابعناها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه أحد الحيوانات المفترسة هاجم بنت صغيرة. خلينا نتكلم عن احتماليات هذا الهجوم، أسباب هذا الهجوم، ليش صار الموقف هذا؟ أنت متخصص، هل هو استخفاف من المدرب أو عدم يعني اهتمام؟ إنه هو كان نظره متوجه إنه كمية الشغل اللي هو بيعمله أكثر من السكيورتي أو الأمن اللي بيعمله للناس الموجودين في المهرجان. والله شوف أنا أول شيء ضد كل من يطلع حيوان برا الشبك بدون حواجز وبدون أمان، هذه أكبر غلط. حلو. يمكن احيانا يكون غلط من المنظمين، يعني شخص المنظمين مع المدرب. انا شفت المقطع الاشخاص اللي معاه وين كانوا؟ يعني المفروض يبعد الاطفال ويبعد. انا اقل شيء كم لازم يكون مع المدرب؟ انا عندي في حديقتي تقريبا 18 شخص. انت 18 شخص يعني ما شاء الله. احنا في الاستديو عشان لا يقل عن 7 اشخاص 8 اشخاص ونعمل عليه دائره 18 يمكن تقريبا. يعني كل قفص لازم فيه شخص غير حاجز الامان كاحتياط. طيب ولما انا اطلع فيه وامشي هذا التصرف مو صحيح ابدا. طيب ليش ما هو صحيح؟ خلينا نتكلم. هل هو مثلا اول قلت انت بالنسبه لازم يكونوا موجودين الناس اشخاص يكون مع اقل حاجه يعني. ايوه هل هو ما هو صحيح على اساس انه الناس اللي موجودين وممكن تسبب انزعاج للحيوان، الاطفال، الاذيه اللي بتصير من بعض أكيد اللي بيشاهدوا مثلا احيانا بيرشوا مويه على المويه كمان استفز الحيوان والاصوات استفز الاصوات والروائح وكثره الناس. واتوقع النمر هذاك كان بدون مخالب، لو كان في مخالب كان صار شيء اكبر من كذا. الحمد لله على سلامتها يعني. الحمد لله والبنت ما جتها شيء الحمد لله. الحمد لله. لكن احنا يعني الموضوع عن اليوم محورنا الاول يتكلم عن هذا الجانب. يعني معانا مختص الكابتن هشام وهو بيتكلمنا عن هذا الموضوع. يعني البعض بيستسهل موضوع الحيوان باني انا اقدر اسيطر عليه، صحيح؟ حتى لو تسيطر المفروض يكون معك فرقة كاملة ويكون فريق متمكن ويكون قوي، يكون قلبه من حجر، مو اول ما يشوف شيء غلط هو اول واحد يطلع. والله انا بس هذا اكبر غلط. انا استاذنك بس في حاجه انك توطي لنا صوتك عشان سيده سوزان نامت. شكلها نايمه خلاص. يا ريت المخرج ياخذ لنا فيها حتى انت سلوم بغلك بشويش كذا عشان ايش حبيبي ما نزعجها ونستفزها. كابتن بانه الوسط المحيط بالحيوان ممكن يسبب له انزعاج، قلت الاصوات ايوه الحركات الاصوات المجموعه لما يكون حواليه واحد يروح يقدم ويبعد هي دائما يكون حاجز متعدل يعني بين حيوان يكون في مسافه عشان الحين الطفله قدمت عن الحيوان ورجعت اجبار النمر بيستفز يعني يكون ان انا اقدم وارجع أيوة. هذه تستفز الحيوان اكيد اكيد. ليش يعني الحيوان يتوقع انه بيهاجم؟ ايوه حيوان هو طبعا مفترس يبغى يرجع افتراسه ويبغى يشتغل يعني غلط. انا اشوفه غلط غلط مره يعني. يعني الا ما يرجع لازم لطبيعته لازم يرجع اجباري. برضه يعتبر الغلط من المنظمين اكبر غلط عليهم، لانه الشخص هذا طالع بالحيوان يمكن علشان يسوي شو، لكن الناس المنظمين وين؟ هنا السؤال. طب المنظمين معتمدين على الكابتن المسؤول ما يقدر لحاله يسوي شيء مستحيل. ما يكون غلط. لا كابتن واحد ما يقدر يسوي شيء. طيب الاخ سلوم ذكر موضوع الشو. طب انا كمدرب لما اشوف الشو وعاجب الناس والناس بتصفق وسعيده ومبسوطه ومستانسه استمر فيه ولا ممكن اعمل حساباتي بانه الحيوان هذا
لفترة لازم يرتاح، مزاجيته ممكن أعمل دي الحسابات ولا أستمر في الشو؟ اللي يستمر بالموضوع هذا ده إنسان ما احترامه له ما يفهم. خلاص له وقت محدد، خذ لك جزء من دقائق وامش. هذا حيوان له يعني ما وقت انه لازم يرتاح فيه. ايوه خلاص خلاص خلصت وقتك رجع مكانه، ما يحتاج تكبر الشو وتوري للناس انك انت. فلو وقت معين يعني العرض تقريبا بيكون الى 15 دقيقه، بعد ال 15 دقيقه خلاص لازم الحيوان يريح. الحد الليمت للحيوان انه اكثر من كده خلاص بعد كده ما حتقدر تسوي. هو اجباري لازم يكون شيء وقت معين عندك يعني تيم معين الى 15 دقيقه 20 دقيقه خلاص بعدها لازم الحيوان يريح يرجع في قفصه علشان اصوات الناس على الازعاج هذا برضه يسبب لك ويسبب له ارتباكات. طالما احنا بنتكلم عن المهرجانات عندنا في المدينه المنوره احد المهرجانات مهرجان سلام، فريق العمل قام بعمل تقرير عن هذا المهرجان، نتابع هذا التقرير ومن ثم نرجع نكمل حوارنا ومحاورنا في هذه الحلقه مع هذا الصباح. تشهد ليالي المدينة المنورة حاليا مهرجان سلام، والذي يضم الكثير من الفعاليات المنوعة الترفيهية والأسرية والتسويقية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من نجوم السوشيال ميديا. ويشهد المهرجان إقبالا كبيرا من مختلف الشرائح الاجتماعية المختلفة. إجازة سعيدة على كل الناس وخاصة أهلي أهل المدينة، وارحب في الجميع من جميع مناطق المملكه يجوا ويتفرجوا ويشوفوا الروعه اللي صايره هنا. المدينه اول شيء اهلها ذوقين للحاجات الجميله، والمدينه معروفه من يومها بلونها الاخضر في مزارعها الخضراء ان هم نفسهم جميله ويحبوا الاشياء الجميله. انا حقيقه يعني انا جيت قبل يمكن سنتين او ثلاث سنين، فرق كبير جدا بين اللي كان شفته قبل كده واللي اليوم بشوفه، ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين يعني ما شاء الله المكان مليء 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 والناس متعطشه جدا لمهرجان زي هذه. زيد على كده انه للاسف المدينه ينقصها الملاهي والاماكن الترفيهيه كثير، يعني احنا عندنا الملاهي محكوره فقط في المولات، اما في الجو المفتوح هذا وخاصه في الايام هذه وفي جمال الجو هذا حقيقه مش يعني مش اشخاص معينين ولا غير، كل الناس محتاجه ان هي تخرج في الاجواء الجميله هذه وتجتمع وتشوف. يعني انا حتى لاحظت من كثر ما الناس مستمتعه في ناس فاشه في الارض وقاعده، فهذا شيء جميل، هذا دليل قوي جدا على انه المهرجان ناجح جدا 100%. والله ما شاء الله تبارك الله واجه تنسيق على مستوى الشباب لهم فرع سواء اذا جمع العوائل، والعوائل لهم جلسات خاصه تفترق عن الشباب، والتنظيم ما شاء الله 100% ما شاء الله تبارك الله، اشكرهم صراحه. والله محتاجين بكثره صراحه، يعني المهرجان هذا ما شاء الله مقبول عليه ناس كثير، مره تشوف الحضور انت ما شاء الله تبارك الله والناس متفاعلين سواء صغار او كبار، الناس تنبسط وقت اجازه، يعني المدينه ترى ناقصها مثل الشيء هذا صراحه. عودة لكم أعزائي المشاهدين، قبل نهاية يعني قبل نهاية محورنا الأول خلاص الكلام كله ضاع انت بسبب ضيفكم. صلي على النبي، أنت دحين أذكر الله، أنت دحين متوترة، أنت مفكرة أن الشتاء تبغى تجيكي؟ يعني لو الشتاء في نيتها أنها تبغى تيجي تبغى تهجم. أنت شايف الاستوديو كيف مبردين وعشان تهجم. لحظة أنا بدي أقول لك، لو في نيتها أنها تبغى تهجم ترى ما توصل هنا، هنا على طول ما توصل هنا، لا لاني انا حدفك انت اللي حتروحي لها. اعزائي المشاهدين اتمنى انه الفقره تكون اعجبتكم واستفدتوا منها بقدر ما وترتني انا من الصباح الباكر، فشكرا لفريق الاعداد على الضيف الجميل.
السيدة سوزان نشكر الكابتن ونشكر الأستاذ، يديكم ألف عافية على المعلومات اللي قدمتوها، ونتمنى لكم إن شاء الله أنكم تمارسوا عشقكم وهوايتكم بكل أمان وصحة وسلامة ومزيد من التميز، ونقول الجديد قادم إن شاء الله، وإحنا ننتظر جديدكم، ونتمنى لكم فعلا الصحة والسلامة في ممارسة شغفكم وحبكم. داخل الجو يا عمي. ايوه خلاص كذا نامك الحين. يديك الصحة والعافية كابتن هشام، يديك الصحة بعد كابتن سلوم، وبالتوفيق إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. تسمحي لنا؟ نقول لك السلام عليكم. أعزائي المشاهدين، فاصل غنائي ونعود إليكم، خليكم معنا. يا بلادي واصلي والله معاك، واصلي احنا وراك، واصلي والله يحميكي يحميكي إله العالمين، إله العالمين. يا بلادي واصلي والله معاك، واصلي احنا وراك، واصلي والله يحميكي يحميكي إله العالمين، إله العالمين. الإيمان بالإيمان والعزم المتين يا بلادي، يرتقي الإنسان عن إيمان في دنيا ودين يا بلادي. قوة الإيمان بالإيمان والعزم المتين يا بلادي، يرتقي الإنسان عن إيمان في دنيا ودين يا بلادي. يا بلادي قد على شانك، على شانك، على شانك، وربي لك معين. يا بلادي قد على شانك، على شانك، على شانك، وربي لك معين. رايتك تحمل شعارك يا بلادي، هي في الدنيا منار يا بلادي، رايتك تحمل شعار يا بلادي، هي في الدنيا منار يا بلادي. واصلي والله يحميك يحميك إله العالمين، إله العالمين. يا بلادي واصلي والله معاك، واصلي وحنا وراك، واصلي واصلي والله يحميك يحميك إله العالمين، يا اللي ناديت بعلى صوت ومسلمين يا بلادي، منهج القرآن يا إخوان الصرح المبين يا بلادي، يلي ناديتي بعلى صوت ومسلمين يا بلادي، منهج القرآن يا إخوان الصرح المبين يا بلادي. يا بلادي ألف هنالك، ألف هنالك، ألف هنالك، وربي لك معين. يا بلادي ألف هنالك، ألف هنالك، ألف هنالك، وربي لك معين. دعوتك للدين قوة يا بلادي، جمعت شمل الأخوة يا بلادي، دعوتك للدين قوة يا بلادي، جمعت شمل الأخوة يا بلادي. واصلي والله يحميك يحميك إله العالمين، إله العالمين. يا بلادي واصلي والله معاك، واصلي أنا وراك، واصلي والله يحميك يحميك إله العالمين. Thank you.
حياتنا يا ملك العرب يا حامي ديار المسلمين. يا ملكنا يا ملكنا خاتم الكعبة الشريفة والمدينة حيث سيد المرسلين. خاتم الكعبة الشريفة والمدينة حيث سيد المرسلين. يا ملكنا يا ملك العرب يا حامي ديار المسلمين. يا ملكنا يا ملكنا يا ملك العرب يا حامي ديار المسلمين. يا ملكنا يا ملكنا يا ملك العرب يا حامي ديار المسلمين. الكعبة الشريفة والمدينة حيث سيد المرسلين. خادم الكعبة الشريفة والمدينة حيث سيد المرسلين. بارك الله في خطاك سير والمولى رعاك. بارك الله في خطاك سير والمولى رعاك. اليوم والبكرة على طول السنين. اليوم والبكرة على طول السنين. رددي أحلى نشيدة يا بلادي في حكومتنا الرشيدة يا بلادي. رددي أحلى نشيدة في حكومتنا الرشيدة يا بلادي. واصلي والله يحميك 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 إله العالمين. إله العالمين واصلي والله معك واصلي أنا وراك واصلي والله يحميك 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 إله العالمين. إله العالمين واصلي 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 واصلي. عودة لكم أعزائي المشاهدين في ثاني فقرات برنامجنا لهذا الصباح. الاكتئاب هو مرض قديم منذ أقدم العصور، ولكن بتطور الأيام وبتطور التكنولوجيا بدأت أعراض هذا المرض تتزايد وبدأت في الظهور. والمؤكد هو أن هناك رابط وثيق بين المرض وبين مرض الاكتئاب وبين الغذاء، وهذا ما سوف توضحه لنا الدكتورة رويدة إدريس التي ستكون معنا في اتصال هاتفي لنعرف المزيد عن هذا الموضوع. مخرجنا نشوف اتصال مع الدكتورة. صباح الخير دكتورة رويدة. يسعد صباحك أستاذة منى وأستاذ خليل، أهلا بكم. أسعد الله صباحك إن شاء الله بكل جمال وسعادة. دكتورة رويدة، بادئ ذي بدء حابين أنك توضحي لنا بشكل سريع ما هو الاكتئاب؟ هو مرض شائع بيكون نفسي وعضوي، بيصيب الجهاز العصبي وبيصيب الجسد ويصير الواحد مشوش المزاج والأفكار، وبيأثر هذا الشيء على سلوكه حيث يا إما عصبية يا إما تلاقي انطوائية، فتلاقيه ما يحب إنه يجتمع مع الناس، وهذا نتيجته يعني أو من أعراضه إنه بيكون عنده إجهاد مزمن، بيكون عنده اضطراب في النوم من نوع النوم وما هو منتظم، تلاقي شهيته ما له شهيه على الاكل، ويبدا يصير عنده دائما صداع، دائما وزنه بينقص، الام في جسمه ما هو عارف سببها، اضطرابات في الجهاز العصبي ومن اهمها القولون العصبي، تلاقي دائما اذا كان اكل على طول تلاقي يتاثر نفسيا، وما يكون عنده اهتمام باي شيء في الحياه ولا شيء عنده له قيمه. هل القولون العصبي، عفوا دكتوره، هل القولون العصبي لي يعني هو مسبب للاكتئاب ولا العكس انه الاكتئاب مسبب للقولون العصبي؟ هو نقدر نقول انه دائما احنا نقول للاشخاص لما يكونوا متوترين او معصبين يبعدوا عن الاكل، لانه على طول حيظهر عليهم اعراض القولون العصبي. خصوصا انه الواحد يعني اذا كان اكل وهو كذا تلاقيه متضايق، هذا شيء على طول بيتعبه. فمهم جدا انه ينتبه ما ياكل وهو متوتر. هم الاثنين يعني تقدر تقول الاكتئاب هو اللي بيعمل القولون العصبي. يعني دكتوره الشخص المكتئب على طول تلاقيه متوتر.
يعني في شيء مخليه يحس بحزن وبكى بدون أي سبب. فدائما تلاقي الأشخاص بالذات لما يكون في هو طفل في الوسط ومهمل أو بيكون التعامل معه بعصبية هذا شيء بيأثر على الأطفال على يعني على الأشخاص. هي تراكمات من الطفولة. يعني عشان توصلي للاكتئاب تأكد إنه في عوامل بادئة منذ الطفولة، ما في حاجات بتظهر كده فجأة. دكتورة طيب خليني أتكلم معك بالنسبة للاكتئاب واستغل تواجدك. الاكتئاب ممكن يكون مؤقت أو حالة؟ هو أكيد ممكن في حالات ممكن علاجها وبسهولة وبدون يعني أنه التعرض للأدوية اللي بتكون مهدئة أو أدوية معالجة للاكتئاب، لأنه بيدمن عليها المريض وبتسبب له مشاكل صحية مرة كثيرة. ممكن انه يكون حاله مؤقته، ممكن التغلب عليها من خلال معرفه اسبابها. هل اسبابها اسريه مثلا؟ لازم من الجلسات اللي بتتم مع الاخصائي اخصائي الامراض النفسيه اللي هي تكون مع الاسره كلها لعلاج جذور المشكله. يعني ما ينفع معالجه الشخص المريض. يعني انا اعرف واحده تعبانه عندها حاله من الاكتئاب او الهبة الاجتماعي، دائما لما اتكلم معها احس انه مفروض انه اللي يتعالج اهلها مو هي، لانه هم المسبب الرئيسي للحالة اللي هي فيها. فمهم جدا النظر في الاسباب قبل ما ان نعالج الشخص، نعالج الاسباب اللي حواليه علشان يساعد على علاجه. طيب دكتورة قبل ما نتطرق لعلاقة الغذاء بالاكتئاب، متى يعرف الشخص او ممكن الناس اللي حوالينه القريبة منه انه هو مصاب بالاكتئاب، والان هو في حاله حرجه انه لازم انه يعرض نفسه للطبيب نفسي عشان يتفادى او تفاقم الموضوع معه؟ اللي هو انه تلاقيه صار يجلس لوحده كثير، صار يثور لاتفه الاسباب. يعني ما تكوني قلتي له شيء ولا كلمتي حاجه، بس بتقولي له مثلا نقد بسيط، يعني ليش حطيت هذه الكاسه هنا؟ تلاقيه تار وعصب وصار يكسر وكانك انت عملتي، فبتعرف انه ده وضعه ما هو طبيعي، خصوصا اذا انت عرفته انها شخصيه غير كده ولقيتي انه بدا التغير بشخصيته. لازم انه الواحد يبدا يلتفت ويراقب الشخص هذا، لانه انت عارفه انه الاكتئاب يؤدي للانتحار، يؤدي للادمان، يؤدي لمشاكل. مو هذا السؤال اللي انا حسالك هو يا دكتوره، يعني هل فعلا المرض جدا خطير ويستدعي انه اذا زاد الموضوع انه لازم كأي مرض كان انه يعرض الشخص على طبيب؟ عارفه الشخصيه المشهوره اللي ضحكتنا كلنا، الممثل الامريكي يعني بدون ذكر اسماء اللي انتحر من فتره قريبه، وهو شخصية لما بنشوفه على التلفزيون بنحس انه اكثر شخصية مرحة وما عنده مشاكل في الحياة. الشخصية المرحة الصامتة، صح؟ بالضبط. نعم، هو كان بيخفي الاكتئاب اللي فيه اللي جواته بالضحك، اعطاء البسمة للاخرين، لكن في الاخير ادت للانتحار. فاكيد مرض الاكتئاب مرض خطير جدا، اخطر من الامراض العضوية حتى، لأنه بيأثر على العقل، وإذا كان العقل تأثر فضاع الإنسان. فعلشان كده مهم جدا إننا نراقب حتى أولادنا علشان نعرف إذا هم داخلين في مرحلة اكتئاب. ممكن أطفال صغار يصابوا بالاكتئاب دكتورة؟ ممكن جدا، ممكن جدا، خصوصا لو تلاحظي الطفل لما يجيله أخ ويكون هو محط أنظار أهله واهتمامهم، وفجأة يتشال الاهتمام هذا كله عنه، أكيد حيدخل في مرحلة اكتئاب. وحنلاقيه إنه يعني الأم بتشتكي إنه ابنها وزنه زاد أو وزنه مرة عمال ينقص وهي ما هي عارفة إيش السبب. ترجعي للموضوع، أنا دائما أسألها هو رقم كم في أخوانه؟ لأنه تحديد هو رقم كم مهم جدا في لمعرفة إذا هو غيران. الغيرة بتدخل في اكتئاب مرة كثير شديد، ولما البني ادم بيضطرب نفسيا يا اما بيحط حره في الاكل او بيصير عنده صوت شهيه رهيب. بالضبط. يعني الدكتوره احنا بنتكلم على الاكل، يعني هذا محورنا على السريع، واللي هو علاقه الاكل بالاكتئاب، ما مدى تاثير الاكل على الاكتئاب؟ بيسبب الاكتئاب
اكتئاب يا منى، لانه السمنه تفسد الانسان ثقته بنفسه، فتلاقيه انه ما يحب يطلع قدام الناس او انه بيترقوا عليه اصحابه وحاجات زي الاشياء اللي بنسمعها، فتلاقي انه الشخص بدا يدخل باكتئاب نتيجه لاحساسه، ويحط حره اكثر في الاكل ويدخن اكثر لانه دخل في مرحله الاكتئاب اللي افقدته التوازن في التفكير او التوازن العقلي. فعلشان كده مهم جدا انه ننوع في اكلنا ونختار اختيارات صحيحه، ونبعد عن الأغذية اللي ممكن تزيد من حالات الاكتئاب أو الأغذية اللي ممكن تأثر على تناولنا للعلاج. أثناء ما إحنا بنتناول العلاج تفقد قيمته، فهذه يعني اللي حنتكلم عنه اليوم بالنسبة للمصادر الغذائية الطبيعية اللي تفيد حالات الاكتئاب. طيب على السريع دكتورة، زي إيش اللي ممكن الغذاء اللي ممكن يساعدنا على التجنب حالة الاكتئاب؟ أهم شيء المصادر الغذائية الطبيعية اللي بتكون غنية بالأحماض الأمينية، ومن أهمها التريبتوفان اللي هو فعلا الصانع الرئيسي للناقل العصبي اللي هو السيروتونين، فهذه كلها بتشتغل في المخ. فين بنوجدها دكتورة؟ معليش على السريع، المأكولات أنت بتذكري أسماء علمية، الفيتامينات اللي بتقلل من نسبة الاكتئاب أين نجدها؟ حاضر، اللي هي موجودة في اللحوم، من أهمها السمك والدجاج والشوفان والحبوب والمكسرات وخصوصا الجوز، هذه من الأشياء اللي جدا مهم إننا نتناولها جميل. يوميا، وإننا نبعد عن الأشياء اللي فيها دهون مشبعة عالية زي السمنة والزبدة والقشطة، هذه الأشياء كلها بتزيد من نسبة الاكتئاب. الشوكولاتة السوداء مفيدة جدا لحالات الاكتئاب، التمرة من مأكولات السعادة اللي أيضا بتساعد على التغلب على الاكتئاب، حبة موز اليوم أيضا مفيدة لهذه الحالات. لكن بحالة تناولنا للعلاج لازم نبعد عن مع الأدوية، يعني ما ينفع أخذ الدواء وأخذ وراء أي من المنتجات الحليب، يعني زي الحليب، اللبن، الأجبان بالذات الأجبان البيضة، حلو. ما ناخذها في نفس فترة ممكن ناخذها بعد بثلاث ساعات ما في مشكلة، تتعارض مع الدواء ممكن تأثر سلبي يعني تتعارض مع العلاج. طيب احنا الدكتورة اديك الصحة والعافية رويدة ادريس، وشكرا على هذه الايضاحات، وان شاء الله من دحين بعد الاستديو المشاهدين اللي سمعونا وشاهدونا سمك وموز عشان نطلع من الجو هذا. اديك الصحة والعافية دكتورة، شكرا. طبعا مهم جدا الموضوع اللي تناولته الدكتوره، وحقيقه طبعا يعني لازم ناكل سمك وموز لا وفعلا موضوع الاكتئاب استاذ خليل اصبح شائع جدا، يعني انا اللي صدمني خلال حديث الدكتوره انه اصبح حتى للاطفال، يعني احنا معترف الكبار اللي عدى عليهم مشاكل كثير ويعني وعقوبات في حياتهم، لكن انه طفل يصاب بالاكتئاب مشكلة صحيح جدا، واصبح جدا يعني مرض العصر بطريقه جدا يعني تؤدي للانتحار وانا سالت عن المؤقت زي المحور الاول، جاك شويه اكتئاب؟ لا لا جاني رعب، لا هو الاكتئاب حيجي في الحلقه الجايه ان شاء الله. جيك الشيتة هنا؟ لا انا هنا جالس تكايه جنبي. طبعا متواصلين معكم اعزائي المشاهدين، ونطلع من موضوع الاكتئاب والتوتر اللي كانت فيه الزميلة منى، ونخش على الإبداع والفن والرسمات، وعندنا شباب حلوين زي العسل يطلعوا طاقات ويطلعوا مواهبهم من خلال الفرشة واللوحة والورقة والشغلات هذه. اليوم الحلقة من فن لاكتئاب لشراسة مضروبة في خلاط كذا تحس مرتبط. طيب الفن بالاكتئاب برضو ممكن يكون علاج للاكتئاب؟ أيوه. يا عيني عليك أستاذ خالد ناظرة، واحد من الشباب المهتمين بالفن التشكيلي، وكذلك محي شبو يديكم الصحة والعافية. والشباب هذولا مش بس يرسموا، لا متبنين مجموعة من المواهب اللي ما هي ملاقية طريقها للجهات الرسمية، الجمعيات المتخصصة بالرسم، الجماعة هذولا ياخذوهم يتبنوهم وبيطلعوا فيهم، بيشاركوا فيهم مؤتمرات، مهرجانات، احتفالات، يعني حقيقة
بيقوموا بعمل جدا رائع. خالد يديك الصحة والعافية، والف شكر لك على العمل اللي أنت بتقدموه. وكنا نتكلم عن الاكتئاب وأنت قلت لي الاكتئاب والرسم، هات الموضوع يا عم يلا. أيوة أقول لك يعني ممكن الرسم يكون علاج للاكتئاب، يعني في ناس من الاكتئاب ممكن يطلعوا إبداع، فيعني كحالة نفسية الرسم يعتمد برضو على الحالات النفسية. لا بس احنا نبغى نبدع نبعد على الاكتئاب، بلاش نشجع اكتئاب انه حيطلع مواهب، لا كده حتخرب الدنيا. يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، لوحات جميلة. واللي عجبني كمان في الموضوع انه مو فقط انتم بتبدعوا، انتم بتساعدوا من اراد ان يبدع بالزبط. احنا معك بتساعدوا الشباب اللي مثلكم، شباب فقط ولا شابات؟ شباب وشابات. جميل جميل جدا، فانتم بتساعدوهم. احنا وجدنا هذا الطريق، هاتوا يديناكم احنا نساعدكم بالزبط. وفي البدايه وفي النهايه انتم بتمثلوا المدينه المنوره وبتمثلوا المملكه العربيه السعوديه. اكيد. يحيى محي خلينا نتكلم معك، انتم حدثنا عن فريقكم، ايش العمل اللي بتقوموا فيه؟ فريقنا يشمل كل انواع الفن تقريبا، مكون زي ما قلنا من شباب وشابات، فكل واحد يعني له اسلوبه خاص له طابعه الفني بينزل بيشتغل فيه بيبرز نفسه بالفن هذا. فانتوا يعني عاملين زي ميكس لجميع الفنون. أيوة بشتى اشكالها اللي هو الواقعي والشغلات حقتكم. ايوه بالضبط، التجريدي، كل الفنون شامله داخله تحت هذه المظله. طيب اللي شدني في موضوعكم انكم انتم ما شاء الله تبارك الله بتروحوا للناس، يعني الا معروف بانه الرسام او الفنان بيقيم معرض والناس هي اللي بتاتي للمعرض، انتم لا بتقوموا في الاماكن العامه من خلال المهرجانات بعمل هذه المعارض، يعني انتم اللي بتروحوا للناس بالزبط. كيف جاتكم هذه الفكره؟ احنا مبدئيا لازم نبدا من الصفر. فمعروف عندنا هنا في المملكه وفي المدينه بالتحديد انه عندنا زي ما تقول فقر فني او فقر للتذوق الفني بالذات، فاحنا نحتاج نبرز هذا الشيء للناس عشان نحببهم فيه، بعد كذا احنا نقيم المعارض هذه كوجهات سياحيه ممكن تكون كاماكن ترفيهيه يروحوها الناس، بس نحتاج احنا نبين لهم انه هذا الشيء حلو هذا الشيء كويس، فاحنا مضطرين اننا نروح للناس، لانه لو سوينا معرض فما حد يعني راح يجي، ما في ناس متذوقه فنيا. احنا لازم نبدا اول شيء من الصفر، هذه البدايه انه نشارك بمهرجانات نشارك بمعارض مع يعني الا ما تكون مع مهرجان مصاحب، يعني ما يكون معرض لحاله، فالناس يدخلوا بيشوفوا الفن بيعجبهم نكبر جمهورنا يعني زي ما تقول جمهور. طيب يا فنان نبغى نسال يعني اسمح لي في كلمه يا فنان، فين اكثر الاماكن اللي انتم يعني احنا بنتكلم على نطاق المدينه المنوره، فين اكثر الاماكن اللي انتم بتفضلوا انكم تبرزوا فيها فنكم عشان تستقطبوا او ترفعوا من ذائقه الناس الموجوده؟ هو بشكل عام الاماكن الـ يعني المهرجانات المقامه الاماكن اللي تواجدوا فيها الناس بكثره، يعني احنا ممكن نحط في اي مكان ونسوي معرض متكامل من الى، فموجودين عندنا الفنانين موجودين الفنانات، نحتاج المساحه ونبرز فننا للناس. جميل. فاي جميل منطقه جميل ممكن نبرز فيها هذا الشيء. يعني مثلا الان محي يعني خلينا نشوف طبعا من هذه الرسم اللي امامنا الان ما شاء الله، يعني هذا ايش اسمه الفنانة؟ واحدة من الاخوات ما شاء الله، هذا فريقكم يا منى. قبل ما نتكلم فريقنا كم؟ اكثر ولا السيدات اكثر ولا لا السيدات؟ لا تقريبا السيدات اكثر. يعني فريقكم اكثر. طبعا السيدات هم سبب الفن في هذه الحياة. طيب محي خلينا نتكلم عن هذا الفن، ايش هو؟ هي بتاخذ رسمة من جوال وبترسمها. هذا يعتبر فن البورتريه اللي هو تصوير الشخصية زي ما هي، فرسموها كما هي في سواء على ورقة أو كانفس أو أي شيء. طيب في شروط معينة للالتحاق بالفريق عندكم؟ أنا جيت مثلا بدي أقول لكم يلا يا عم محي يلا خالد خذوني معكم في الفريق. أنت فنان معانا غير فنان لا. كرت احمر. طيب متى يعني متى ظهرت او برزت لديكم هذه الفكره انه احنا حابين نعمل فريق يتبنى المواهب، احنا حابين نمثل اسم المدينه شوي حنمثل اسم المملكه في جميع المحافل الدوليه بامر الله، متى بدات هذه الفكره لديكم؟ احنا شاركنا في مهرجان حديقه الملك فهد، برضو سوينا معرض وحصلتنا مشاكل من جهات معينه وحصلتنا مشاكل مع ناس،
فيعني ما لقينا الدعم كويس. احنا كنا اساس انها تحت مظلتهم، فحسينا انه ما اذا تحت مظلتهم ما راح نمشي، ما راح نسوي شيء، فاضطرينا انه نسوي هذا الفريق، انه احنا خلاص ما نحتاج بعد أحد. مشكله حصلت بعد لنا. مشكله حصلت لنا احتجنا انه نسوي هذا الفريق. ف والله انت صادق والله، قديش لكم الان لحد الان اللقطه؟ ابغى اشوف واحد يرسم من الشباب، ليش كذا عم كلهم بنات ما شاء الله تبارك الله؟ ايوه عم، ما قلنا السيدات ما بعرف بس الشباب اللي عندنا عن السيد، لا لا يعني معك سيده في الاستوديو يا سيد. اي الكم والكيف يعني. ايوه الشاب الواحد عندنا يمكن عن 7 ولا 8 ما شاء الله. يعني خليني اتكلم عن هذه عن هذه الرسمه. هذه الرسمه انا اتخيل انها هي طالعه من يد فنان، صح؟ مش فنانه، فنان استاذ محي يعني. لا ما شاء الله هذا الرد اللي يقوله ايش، الكم يتغلب على الكيف او الكيف يتغلب على الكم. طيب الفن هذا محي ايش هو؟ يعتبر برضه نفس تقريبا بورتريه. يعتمد على طب هذه شخصيه كانت قدامك موجوده في صوره؟ ايوه في صوره. واللي طبعا في الصوره الثانيه هذيك اللي وراكم هو رسم واقع نفس الشيء يعني بشكل عام، يعني ينقل شيء من الواقع من الواقع صح؟ بوتو صح؟ لا اللي هندي ولا ايش؟ غاندي. ها؟ غاندي 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 وانا اقول بوتو غاندي ضيعت. لا هو واحد شبهه بس مو مش هو؟ مو نفس الشخصيه. ايوه بس هذه كلها صور قدامك وانت بترسم؟ لا هو صراحه بس الوجه، بس الوجه كان. وهذه نفس العمليه؟ هذه بس الرجال لحاله. ايوه الرجال وتقريبا الطاوله اللي جالس اشتغل عليها. طب على ايش هذه اللوحه بتدل تقريبا؟ ولا انتم مجرد انكم انت بتنسخ اللوحه؟ انسخ اللوحه وفي بعضها بس انا ما جبتها معي. طب اذا انت حبيت، انت نسخت اللوحه او الشخصيه تمام، بس حبيت انك انت تضيف عليها اضافات تمام، يعني مخيلتك الى فين حد؟ حسب البيئه اللي هو فيها اضيف العناصر اللي موجوده. يعني اذا مثلا هذه الحين اللوحه تقريبا تعتبر شبه فارغه، فبامكاني اضيف عليها كمينا او سفن او بواخر او اسماك وشباك وزي كذا، فحسب البيئه اللي هو موجود انا اقدر اضيف عليها. طب جميل، ما حاولتوا انكم انتم تقدموا او يعني انكم انتم تشاركوا في معارض برا المدينه او برا المملكه؟ يعني مثل دول الخليج. انا كنت مشارك، انا اغلب مشاركاتي كانت في دبي. اخر معرض اللي حصل هنا هو اللي حصلت فيه مشكله وبعده، فانا ما شارك اصلا في السعوديه، مشاركاتي اغلبها برا. شاركت في معرض، معلش نتكلم بصراحه، ما عندنا معارض. انا هنا مفهوم المعارض عندنا جنادريه، ممكن رسم تراث، ما في احد يعني رسم حر، ما حد يقول لك رسم حر يعني ارسم اللي تبغاه، بورتري واقعي. فهم يتفادوا كثير من المشاكل، انه لا خلاص خلونا في الفن الاسلامي المعاصر. ايوه في الفن الاسلامي المعاصر ترسم مباني، ترسم طب، هذا مو تخصصنا، فاحنا مضطرين نطلع برا نبرز تخصصنا. في السعوديه، في الرياض، في جده، في الشرقيه بدات، يعني بداوا الناس يطلعوا، بداوا الناس يتثقفوا فنيا. فالمدينه لا نهائيا، المعارض اللي تقام في المدينه كلها احنا يعني مسؤولين عنها. يعني قبل فتره انا اتوقع حصل اعلان كبير استاذ خليل انه في فنانين يعني تقريبا نفس نظام فكرتكم عرضوا لوحاتهم في الشوارع، اخذوا جزء من شارع اتوقع في الرياض او في جده وعرضوا في لوحاتهم في ابها شارع ممكن. الفن يعني ايش رايكم في فكره زي كده؟ هو فكره معرض، يعني هم راغبين هذا الشيء انه يسووا شارع الفن. فعرضوه بطريقة معرض، يعني ضبطوا حتى الشارع، ضبطوه من فوق مظلات اللوح طول الخط، فهو للمسمى بس. انه عادي انا قلت الفن ممكن ينحط في اي مكان، يعني ما لنا مكان معين، بس هو يعني اساسه المعارض، بس مو مشكلة ينعرض في اي مكان. بالعكس الفن شيء جمالي، يعني ما حد يتضايق لما يشوف لوحات حلوة، ينبسطوا الناس. طيب انتم الان انتم متبنين اتجاه معين او اخذين سايد معين نقول، من بيدعمكم يعني كفريق بنات اولاد؟ من بيدعمكم؟ تامين اللوحات، تامين الالوان، الادوات؟ مبدئيا ولا مجهودات شخصيه؟ مبدئيا ما حد، مجهودات شخصيه في البدايه الان. لكن احنا يعني عارفين انه في لما يشوفوا شغلنا والشيء اللي بنسويه اكيد انه حييجوا ناس يبغوا يدعموا، وقتها احنا حنختار يعني الناس الكويسه، مو الناس اللي سابونا وقت هذا، خلاص نختار الناس الكويس اللي ممكن نمشي معاهم. طب هل حصل انكم انتم مثلا
حصل بينكم تواصل برجالات الأعمال سواء من المدينة أو من برا أو من أماكن حكومية، يعني مثلا أنه عملتوا اتفاقية أو حاولتوا تتواصلوا مع أحد أنه إحنا نبغى نبرز لوحاتنا عندكم أو عن طريقكم أو نحتاج دعمكم؟ كجروب لا، يعني إحنا هذا أول معرض نسويه كجروب متكامل. المعرض اللي فات إحنا بس أنشأنا الفكرة، والمعرض هذا بدأنا في تطبيقها، فلسه هذه أول خطوة. لكن كفنانين شخصيين كل واحد لحاله، ممكن جاته كل فنان جاله عرض من جهة معينة، من شركة معينة أو من أي مكان. طيب محي خلينا نتكلم، انتم نقول محترفين ما شاء الله تبارك الله، اللي يطلع هذه الرسمات محترفين مش هو، لكن ما بديتم تطرقوا باب الكسب المادي من خلال اللوحات، يعني عرضها للبيع او كذا، ما خطرت في بالكم هذه الفكره؟ والله هو اغلب الناس اللي يجوا يطلبوا طبعا اللوحات يطلبوها كطلب شخصي، فهذا يعني له مدخول مادي وزي كذا. ف اللوحات الشخصية غير عن اللوحات العرض. بديتم يعني في الموضوع هذا؟ أيوة. كشيء شخصي يعني خارج عن المعارض، ممكن يكون كبزنس يعني. أيوة. بديتم تدخلوا في المجال هذا؟ أكيد أكيد. وهذا البزنس أو العمل ممكن يعمل لكم اللي هو يغنينا عن وظيفة. يغنينا صح. ممكن انه يغني عن مربح هو شمال لهذه الدرجة؟ ليش لا؟ طب اجي معاكم علموني. طيب ابغى اسالكم بصفة شخصية، يعني انتم طبعا زي ما كان الضيف اللي قبلكم شغف وحيوانات مفترسة، لكل انسان شغف ولكل انسان هواية. حلمكم يعني الحلم، او طبعا انسان طموحه يعني بلا حدود بالضبط، بس حلمكم لحد الآن لهذه الساعة اللي أنتم متواجدين فيها في الاستوديو، إلى أين تتمنوا أن توصل لوحاتكم؟ تفضل. والله أتمنى لي يعني تعرف دوليا عالميا، خلاص الكل يعرف الاسم واصل، وقبل كل شيء يعني فريقنا اللي أنشأناه أنه يطلع وينعرف، تكون متكامل الناس كلها تعرفه. يعني حابين انكم تبرزوا كفريق اكثر من انكم هو كافراد. هذا طموحنا، انه احنا حنكون يوم من الايام ان شاء الله مظله للفن. ما هو بس فنانين، احنا مظله للفن. خلاص اي فنان يتوجه لهذه الجهه ما يكون شخص فوقها، خلاص يصير الناس اللي يبغوا يشاركوا معنا يشوف كشراء. يعني تسعوا انكم تكونوا جهه معترف بها لتبني جميع الفنانين. ليش لا؟ طيب نقول انتم كمجموعه مع بعض فيكم مش المهنه الاساسيه اللي هي الرسم صح؟ في مهن اخرى صح معكم؟ يعني فيكم في شخص متوظف، في شخص ايوه 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 مختلفين ها؟ موجود بس يجمعكم الفن بالضبط. يعطيك الصحة والعافية الاستاذ خالد ناظرة والاستاذ محي شبو، اتمنى لكم التوفيق، وحقيقة بتقوموا بعمل جدا رائع. الحمد لله. ونبغى نشوف هذا الفريق اللي من المدينة المنورة ان شاء الله، نسمع عنه هو واصل زي ما قال الاخ محي ان شاء الله عالمية بحول الله. انتم قادرين، لاني والله شايف فيكم الطموح ان شاء الله باذن الله. يديكم الصحة. نتمنى لكم السعادة ان شاء الله ومزيد من التقدم، وجعل الله ايامكم جميعها فنا وجمال وسعادة. اعزائي المشاهدين فاصل ونعود اليكم، خليكم معنا.
اهلا بعودتكم اعزائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين معكم ومحورنا القادم برضو يتكلم عن الابداع، لكن هذا الابداع الابداع المرتبط بتنميه الشخصيه والقدرات معتمد على الزهرات الاطفال بيرجعوا بيرجعون المدينه المنوره ابدعت في السابق ب بناتها من ناحية الأناشيد من ناحية الفوازير، الآن بترجع مرة ثانية المدينة المنورة في هذا الجانب مع مجموعة من الأطفال، ولكن بطريقة جديدة ومستحدثة مواكبة للعصر. جميل أن نجد أشخاص يتبنوا مواهب صغيرة وينموها. نعم. معنا اليوم الاستوديو عندنا كذلك إحنا اتصال مع نتكلم برضو في المهرجانات، هنتكلم عندنا مهرجان في الأفلاج لتكريم القيادات الاجتماعية، ومعنا الأستاذ بدر الزعير المتحدث الرسمي في هذا المهرجان. صباح الخير استاذ بدر، يديك الصحة والعافية. صباح النور والسرور، حياكم الله وبياكم، اهلا وسهلا. يديك الصحة والعافية حبيبي. خلينا نتكلم عن المهرجان الذي أقيم في الأفلاج مؤخرا لتكريم القيادات الاجتماعية، وهو المهرجان ليس الأول ولا الثاني، أعتقد أن المهرجان الخامس الذي يقام بهذه الطريقة تكريم القيادات الاجتماعية. لفتة جيدة جدا من محافظة الأفلاج. الله يعطيكم العافية. أولا هو المهرجان الأفلاج الاجتماعي السادس، هو السادس السنة السادسة، السادس إن شاء الله نشوف السابع والثامن، يعني تحت أهداف اللجنة السامية اللي يعني خططنا لها ونسعى لتحقيقها في كل يعني مهرجان أو كل نشاط يقام. طبعا المهرجان كان يقام على 3 أيام، وهو يبدأ من الصباح حتى المساء، حتى بعد العشاء. الصباح في دورات تطويرية إما للذات أو حتى للموظفين، وكان هناك دورات لنزلاء سجن الأفلاج. العصر كان في دورات رياضية، في يعني دورة كاراتيه وكرة القدم وبعض الأشياء في مقر اللجنة. العشاء كان هو يعني البرامج الأساسية، وكان يعني وهي بحضور المحافظ في الأفلاج، صحيح؟ شلون؟ بحضور المحافظ، محافظ الأفلاج. صحيح. نعم. المحافظ الله يعطيه العافية لا يدخر جهدا في تلبية دعوات اللجنة ودعم أنشطتها معنوية. احنا معانا صور عن الحفل والتكريم اللي بيحصل أو حصل في هذا المهرجان. صحيح، ويعني الحضور كان على أعلى مستوى من المحافظ ومن أعيان البلد ويعني رؤساء الدوائر الحكومية. كان هناك دعم رائع وغير مستغرب من أبناء المحافظة. المهرجان فيه يعني مهرجان إنشادي، وكان فيه كلمات توعوية، وكان فيه يعني الحفل الختامي كان فيه توزيع الـ يعني أو تكريم القيادات الاجتماعية ودعمهم وشكرهم على يعني ما قدموه للمحافظة. الحمد لله يعني حاولنا قدر الإمكان في اللجنة تنويع المهرجانات وبرامج وحتى المستفيدين، حرصنا تماما ان يكونوا مستفيدين من جميع الفئات. حلو. يعني استهدفنا المرأة والطفل ما شاء الله، ويعني حتى العمالة المتقاعدين. واضحة الجهود استاذ بدر، يعني حقيقة الطلاب في كل المجالات، يعني الحمد لله رب العالمين. لم يعني ندخر جهدا في الدعم. ما هي غريبة عليكم أستاذ بدر، أديكم الصحة والعافية. ما هي غريبة عليكم يا أستاذ بدر، وهو هذا السادس كما ذكرت، ويندل يدل على الإنتاجية والعمل الجيد. شكرا لك أستاذ بدر الزعير المتحدث الرسمي عن مهرجان الأفلاج السادس. شكرا لك أستاذ بدر، أديك الصحة والعافية. عودة للجمال، عودة للفن، عودة للمواهب الصغيرة والتي تتبناها
إذن من بنات المدينة المنورة لنستعيد الفن القديم القديم في المدينة المنورة زي ما افتتحنا في حلقتنا اليوم. أيوة الأستاذة مودة اديكي الصحة والعافية. صباح الخير. صباح النور. الله يعافيك. صباح الخير للزهرات الفراشات. انت غلا صح؟ وانت جوري صح؟ اديكم الصحة والعافية. كيف حالكم؟ طيبين. صباح الخير. نورتوا الاستديو. مبسوطين اليوم معانا. طيب خلينا نتكلم. طبعا الاستاذه موده فلاته انت مدربه لفرقه استعراضيه. انا بدي اقول فرقه استعراضيه. الفرقه هذه تتكون من بنات ما شاء الله تبارك الله زهرات. نعم. نقول عندك اصغر واحده كم؟ انتوا بتقدموا حفلات، بتقدموا فن استعراضي من الجمعيات الخيريه، المدارس يعني الحفلات المهرجانات، مظبوط؟ هذا عملكم. خلينا نتكلم عن الفئات العمريه اللي موجوده عندك. عندي من 5 سنوات الى 12 سنه، هذه للحفلات الخارجيه. اما الحفلات الداخليه من برضه 6 سنوات الى المتوسط تقريبا. نقول 3 متوسط 15 16 سنه. كيف يعني حفلات داخليه وحفلات خارجيه؟ الحفلات الداخليه يعني داخل المدارس، مثلا في القصور. اما الحفلات الخارجيه زي مثلا يعني الاماكن اللي تكون مقتصره على النساء فقط. على النساء فقط. اما الحفلات الخارجيه تكون عوائل يعني مثل مهرجانات اللي هي مثلا مهرجان السلام، مهرجان حديقه الملك فهد. عندنا برضه مهرجان مثلا ملك الاسماك برضه. كنا هل حصل لكم مشاركات من خارج المدينه؟ لا يعني لسه مشاركاتكم محصوره فقط داخل المدينه المنوره. داخل. طب استاذه موده يعني من اين اتت لك هذه الفكره انك انت بتجمعي بنات صغار؟ طبعا اتوقع انه الفريق كله بنات. ايوه لا في اولاد وبنات دحين بدأ. في اولاد. ايوه. طيب شاركناكم في الموضوع ما شاء الله تبارك ما قصرتوا. طيب عام 1431 طبعا بدات الفكره، كان عمري يعني كنت 3 ثانوي انه بين الاهل. بعد كده خرجنا خارج رحت يعني التحقت بنادي وبدأت أجمع يعني الصديقات وأشوف واستشيرهم. بعد كده الحمد لله إنه كل يعني كل طالبة إنه تجيب بنتها وأختها وينضموا معنا في الفريق. أنا سامعك غلا بتقول الجودي شوف الصور صح؟ هذه الصور وين؟ وين؟ غلا الصور هذه فين؟ فين هذه الصور؟ ما تدري؟ الصور طيب اللي اول عرضناها طيب اسمعي خلي استاذه مودة خلينا نتكلم معك عن دور الاسره اسر الفراشات البنات. هذول كيف هم معك؟ والله ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني كانوا مره مساعدين لي يعني ما شاء الله يعني اي وقت اي يعني ما عنده ما شاء الله التزامات يعني الوقت المحدد مثلا الساعه 4 خلاص يجيبونا هم الساعه 4 ملتزمين في الوقت. وكمان في المواصلات ما شاء الله خلاص على هذا ما شاء الله يعني. طب نتكلم بصراحه ما هو العائد لاستاذه موده ولاسر الجميلات الصغار؟ للاسف الان ما في عائد. هي مجرد مشاركه مجرد مشاركه عن حب وشغف فقط. أيوه. على الاطفال. انت ماديه كده؟ ماديه؟ الان ماديا ما عندنا. لا لا املكم مره حلو وحقكم. أيوة. بالعكس حقهم وهذول حقهم. وبالعكس يعني استاذ خليل يعني انت بتتهمني على الهواء اني ماديه بس احنا انا حابه من خلف سؤالي اني ابرز انه جميل انه احنا يعني نقوم باشياء حقهم. احنا نحبها حتى وان كان ما لها عائد مادي. يكفي أيوة انه هو عائد نفسي عائد. لا لا شوفي خالص انا دحين بطلع بفيديو ونبنشوف عمل الفراشات وعملك انت كمدربه من خلال هذا الفيديو. نشوف هذا الفيديو هم بالتاكيد يستحقوا كل الثناء حتى الجانب المادي يستحقوا. خلونا نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع الاستاذه موده. صراحة
عودة لكم أعزائي المشاهدين في آخر فقرات برنامجنا لهذا اليوم. أستاذ خليل، ما شاء الله الحلقة اليوم كلها فن وإبداعات ومواهب. والله أنا مبسوط بوجود الفرشاد. جوري، أنت سنة كام؟ سادس ابتدائي. الصف السادس، وأنت غلا؟ سنة كم؟ سنة كم؟ ثاني. ما شاء الله تبارك الله، طالعة في هالجراءة وهالجمال اللي شفناه والشغلات الحلوة، ودحين تجاوبيني بسنة ثانية كذا بشويش. شو اسمك أنت جوري إيش؟ جوري غلا. إيش؟ غلا. غلا إيش؟ غلا عبد الله. أنت جوري. غلا عبد الله؟ لا لا. غلا عبد الجهاني. الجهاني والنعم، وأنت جوري؟ جوري عبد الخالق الرحالي. والنعم. ما شاء الله. والنعم والله. كيف أبلة فايزة معاكم؟ أبلة مودة. كيف أبلة فايزة بتدربكم كويس؟ مودة. أبلة مودة. أنا فين رحت؟ فايزة مين؟ فين طلعت أنا؟ الله يعينك، في البيت تحقيق. كيف أبلة مودة كيف؟ كيف بتدربكم؟ تزعلكم؟ ما تزعلكم؟ أسوي الحفلات. أنت بتسوي طيب حفلات. في المدرسة؟ هي تسوي. طيب في المدرسة جوري، في المدرسة بيعرفوا البنات إنك أنت مشاركة مع أبلة مودة؟ لا نصهم يعني. ومبسوطين وانت مبسوطة فيها؟ طيب خليني اقول على السريع كده اختي مودة، ايش السلبيات اللي بتواجهك كده؟ اديني بالسريع. السلبيات المواصلات بين الجهات المسؤولة. ايوة. مرة صعبة طبعا. بعضهم يقولوا مثلا الاعمار، بعضهم يقولوا على اللبس. أيوة. زي كده. وباقي الجهات لا الحمد لله، بس انا اتمنى انه مثلا نشترك في المدارس. أيوة. خلاص مع وزاره التربيه التعليميه يامنوا لكم مواصلات. ايوه ان شاء الله بحول الله. ايوه في شيء ثاني؟ لا خلاص بس هي واحده الحمد لله على المواصلات وخلاص. اديك الصحه والعافيه وبالتوفيق ان شاء الله. الاستاذه مودة والفراشه جوري وغلا، والفراشه غلا، شكرا لكم، يديكم الصحة والعافية. الله يعافيك. نتمنى لكم التوفيق، الشكر لكم أنتم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، وصلنا بكم إلى نهاية الحلقة. شكرا للمخرج الحلقة الأستاذ خالد السحيمي، شكرا للزملاء، يديك الصحة والعافية منى. يديك الصحة والعافية. أعزائي المشاهدين، نتمنى أن تكون فقرات برنامجنا اليوم قد نالت استحسانكم، وعلى أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم بحول الله بصحة وسلامة وسعادة. من محطة تلفزيون المدينة ومن صباح الرياضية منى سفرجي، أتمنى لكم أيام سعيدة وأسبوع جميل. في حفظ الرحمن.